زيري، حسام اشرف، عمر فرج، ارون بوبنزا، ناصر منسي، سامسون اكينولا. تعالى نتكلم عليهم واحد واحد يا كابتن. نبتدي بمين انت تبتدي؟ بالترتيب من قلنا الجزيري. احنا اتكلمنا على عمر فرج خلاص أساسي. الجزيري، طيب الجزيري يا كابتن، انا بس هنا عايز اقول حاجه كنت بتكلم معاك قبل ما نبتدي لجمهور نادي الزمالك، اوعوا تنسوا فضل الجزيري السنه اللي فاتت على الزمالك. طبعا الراجل لعب ماتشات كويسه جدا، من اكبر الماتشات اللي لعبها اللي كانت جميله جدا ماتش نهضه بركان هناك، اللي جاب الجون بدماغه وخلانا قربنا جدا للكونفدراليه. الناس كلها نسبت الفوز لاحمد حمدي، احمد حمدي لعيب كبير وان شاء الله يرجع بالسلامه، لكن جون الجزيري في المغرب هو اللي قربنا جدا يا كابتن. خلاص بقت 90% البطوله معاك، لانك هتيجي هنا تكسب 1-0 وتكسب، وده اللي حصل. ماتش المهم جدا لعبناه مع جوميز مع نادي الاهلي، اللي هو خد سيف واديني سيف والكلام ده، كان الجزيري جاب جونين. فالجزيري لعيب كبير وليه ايادي بيضاء في نادي ايوه ليه ايادي بيضاء في نادي الزمالك. ما ينفعش ان انا عشان جبت لعيبه اقول لا لا الجزيري يمشي، لا الجزيري لازم يفضل ولعيب كويس. وانا متوقع ان جوميز هيلاعبه اساسي في ماتش الاهلي، ولعيب بيلعب في منتخب تونس ولعيب كويس وكل حاجه. انا زعلان منه شويه من الحركه اللي حصلت كده الشهر اللي فات، لكن خلاص بقى ادام راجع يبقى بتفسرها بايه الحركه يعني برضو احنا انا بحب الجزيري في اخر يوم بنحسبها انه لعيب محترف برضو لعيب محترف يعني مش ابن النادي مش ابن النادي وطبعا كلنا بنشتغل عشان الفلوس والكلام ده كله، لكن احنا كجمهور النادي الزمالك بنحب الجزيري وبنحبه وهو زملكاوي اصيل. يعني ما يعني كانت تقيل علينا شويه، بس خلاص بقى عفى الله عما سلف. شويه اجوال ليه اهي لعيب كبير، جول اللي فات بتاع الجيش ده كل ده حلو الجزيري أوي. هداف كبير. وهو على فكره الجزيري، انت زي ما انت قلت يا كابتن مينا، اللعيبه المحترفه بتيجي هنا الزمالك تطلع. هو الجزيري ابتدى فين؟ ابتدى في طنطا، وبعد كده راح المقاولين، كل ده ما فيش منتخبات، ابتدى بقى يخش مع الزمالك المنتخبات وتألق وبيلعب اساسي في منتخب تونس. لما راح الزمالك ومنتخب تونس طبعا زي ما انت عارف في محترفين كتير في فرنسا وفي دول اوروبا، لكن الجزيري خد مكانه وعلى الاقل يعني بيلعب مثلا شوط، بيلعب يعني بقى موجود دايما معه بسبب نادي الزمالك. نخش على اللي بعده، حسام اشرف. حسام اشرف لعيب كويس، ابن من ابناء نادي الزمالك على فكره. حسام اشرف معرفش في معلومه الناس واخده بالها، كان من اسباب وقف القيد في نادي الزمالك لو انت فاكر. أيوة فاكر من سنتين. معلش يا حسام، لعيب كويس، لعب السنه اللي فاتت جاب 14 جون يا كابتن، منهم 6 ضربات جزاء والباقي جون عليه. لولا انا بالنسبه لي لولا الدروب حصل ان ما راحش المنتخب الاولمبي اللي اثرت عليه نفسيا شويه كان زمانه. ما احنا بنسال برضه الاخ ميكيلي ده، انت ليه ما خدتوش؟ يعني سؤال بس سهل كده يعني. ما خدتش الغريب جدا ان حسام اشرف هو يعني يعتبر من النجوم اللي جت في الميركاتو، وبرضه في الاهلي جابوا الساعي برضه، والاثنين ما خدهمش ميكيلي، فبرضه كان عليه اختيارات كده غريبه برضه انا ما كنتش مبسوط بيه قوي، لان هو تحس انه مدرب ناشئين يعني ما عندوش العين الكويسه اللي تقدر تشوفه بتاع وتحلل، لا هو كان راجل اكاديمي شويه. فالمهم يعني حسام اشرف لعيب كويس، عنده سنه صغير، ابن من ابناء نادي الزمالك، جاب 14 جون وده رقم كبير مع نادي بلديه المحله اللي هو النادي الاصلا اللي كان بيصارع على الهبوط. لما انا بلعب في نادي بصارع على الهبوط واجيب 14 جون، غير لما بلعب مثلا في الزمالك والاهلي وجبت لي مثلا 16-17 جون. صح. كل اللعيبه بتخدم كم هجمه بتيجي هنا وكم هجمه بتيجي هنا. صح يا كابتن، يعني نشوف مثلا هالاند بيخدموا عليه بتوع مانشستر سيتي، اي حد هيخش لو انا نزلت اجيب الاجوان اللي بيجيبها هالاند واحد بيخدم عليك. صح، غير لما يلعب في منتخب بلاده مثلا. صح. فانا دلوقتي حسام اشرف بيلعب في نادي بلديه المحله وجاب 14 جون، لعيب كويس قد يكون بديل كويس. مش مفروض نستغنى عنه، يفضل معانا ان شاء الله.